يا اختي شو اخبارك؟ اه والله ان شاء الله. اه والله زوجي، اه والله الله يسعده، اه والله حبيبي دايما اول على الصف. ان شاء الله هاي السنة بيودع. شو أخبارك؟ كمان ساعة؟ نعم. أهلا وسهلا. عمار الله يرضى عليك، تروح على الغرفة عشان صاحبتي تيجي. حاضر يا ماما. أهلا حبيبتي، كيفك؟ أهلين أهلين. تفضلي تفضلي. والله شرفتينا. شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله منيحة نشكر الله. بدي اروح اعمل كريسمس كمان. اهلا وسهلا. شو اخر اخبارك؟ والله ولا اشي بهالدنيا. شو عندك سن توجيهي؟ لا انا عندي عمر الله يفرح لك فيه. شاطر ولا مش شاطر؟ والله عمر اول على الصف ما شاء الله عنه، سبع وخمس سنين بيجيب له الاول. بس لو ابني شاطر زي ابنها ان شاء الله بنجح. انت عندك احمد توجيه، شو اموره؟ مليح كويس ابني ما شاء الله عنه. احنا بالجمعة على العقبة وكيفنا وانبسطنا. الله يهنيكم. انا بروح واجي عشان ابني بدرس. وشو يعني بعمل ابنك؟ والله بدرس حبيبي، الله ينجحه. طيب يا اختي خليه يدرس خليه يدرس. يا اختي تأخرت، بدي اروح. مع السلامة. اوكي حبيبتي هليكي. يلا يلا مع السلامة. مرحبا يا خالتي، كيفك؟ يلا ادرس ادرس. مع السلامة يا خالتي. يا قديش كنت اسكن تجي اكثر من احمد. عمر حبيبي، ام احمد عطتني الاكلات عشان تاكل وتفحصح. حبيبي يسلم يا ماما. يد فينا دكتورنا عريسنا صار. أما ليش نايم؟ عندك امتحان بكرة، قوم ندرس. نبيها نامنا، ليش يصير فيك؟ دايماً أول أصب، ليش يصير؟ ماما تعبان تعبان بدي أنام. الله احنا شو صاير فينا، شو صاير فينا؟ تغرق علينا السفينة من ظلمها، تغرق علينا السفينة واحترقت أرض كانت ورود وزهور صارت. جد ما نجحش. احمد نجح وبيض وجهي. واحترقت ارضا كانت ورود وسور صارت هشيم بنار وضحات حزينه.
طفل ترارة واصبح بيوم دكتور يرسم أماني بكر بوسط عينه يرسم حياته كلها سعد وسرور بخلاقه طيبة وربي يعينه ثم أصبح بيوم الأسى واطفأ النور موعد حزن معقود بينا وبينا موعد مع